حبيبي يا ويجز، قول لي اولا مبروك على انك انت كنت بتحيي المونديال، ودي حاجه حلوه وكبيره ومهمه للفن العربي والفن المصري بشكل عام. زي ما يقولوا كده بروزه حلوه لكل الفنانين، فالكل يجب ان هو يفتخر بالصوره اللي احنا بنعرضها دلوقتي على الشاشه، صورتك وانت واقف كده في الملعب في المونديال، وحاجه عظمه على عظمه. زي ما الاقي صورتك في التايم سكوير ابقى فرحان جدا 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 الحقيقه، جدا جدا الحقيقه. انا كمان، انا هقول لك على حاجه وهنكمل مناقشتنا. يعني شفت لك مره انترفيو حلو قوي، وكنت بتتكلم فيه، او المذيع كان، لو مذيع والله ما فاكر، انا شفته على تيك توك بصراحه. شفت بقى انا صغير قد ايه برضه ببص على التيك توك. فشفت على تيك توك وكانوا بيكلموك على الفلوس، فانت حتى قلت انا تمام زمان 50 جنيه في اليوم وتمام، ودلوقتي انا تمام ومش محتاج حاجه زياده، تمام، ولو قلت انا برضو تمام. حتى انت قلت له فهمني انا طول الوقت تمام. فانا وقتها قلت الرضا بس. الله يا حبيبي، الله ينور عليك، الكلمه دي عندي بالدنيا، الله يفتح عليك. قول لي بقى دلوقتي نقيب الموسيقيين زعلان منك ليه يا ويجز؟ او انت مزعل ليه؟ والله يا انا بصراحه انا حاسس ان مفيش اي زعل، وهو الراجل طلع قال ان مفيش اي زعل. وفعلا يعني حاسس ان الموضوع كله بتبقى بس ناس عايزه يعني تفتعل مشكله عشان تتفرج علينا نتخانق على مع بعض، وما اعرفش بصراحه. بس انا فعلا 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 لحد دلوقتي مفيش اي مشكله من ناحيتنا، ولا اي مشكله هو من ناحيه النقابه. هو قال لنا ايه؟ قال لنا انا بحس ان ويجز بيتكبر علينا وبنقول له تعالى النقابه ما بيجيش. غير صحيح. انا فعلا بقالي شهرين بره مصر. وبس نرجع بس نرجع بالسلامه. احنا فعلا بقالنا فتره كبيره بره، واشتغلنا في لندن واشتغلنا هنا في قطر. ما شاء الله.